السلطان. صالح الصقري يحاول التسديد. الله يا صالح، الله يا صالح، في الدقيقة 36 هدف من أجمل ما يسجل في دوري زين السعودي المحترفين، وياتي من قدم لاعب خبير وكبير وظهير في الاتحاد صالح الصقري، ياتي بهدف جميل كما هو سجل هدفه الثاني في هذه المسابقة، ايضا كان له هدف جميل ايضا في احدى المباريات في هذه المسابقة في هذا الموسم، وكانت افتتاحية لقاء الاتحاد امام الفيصلي، وهنا ياتي صالح الصقري يحط